وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج بداية. أحب أرحب بزميلي نظير عيد. أهلا وسهلا بك نظير. أهلا وسهلا بك يا محمد. حضراتكم في البداية عندنا موضوع شيق جدا جدا، وكنا حابين نسلط الضوء عليه، وهو مهرجان هيقام في يوم 27 مارس القادم بإذن الله لتكريم عمالقة الوطن العربي برعاية الدكتور خالد صوابي. وطبعا المهرجان حضراتكم اسمه عمالقة الوطن العربي. في البداية كده كنا عايزين نسأل ايه اللي بيتم داخل المهرجان استاذ نظير؟ والله يا محمد، هي داخل المهرجان ليه كذا تفاصيلة جوه المهرجان نفسه. يعني العائد اللي هيعود على المشترك في المهرجان هيكون عائد كبير، من ناحية في كذا مسابقة بتتم داخل المهرجان، ومنها انتاج برامج للمذيعين، تكريمهم من ضمن أفضل الإعلاميين، عندك مسابقات في الأدب، عندك مسابقات في الغناء، عندك مسابقات في التمثيل، عندك مسابقة أفضل راديو في مصر، عندك مسابقة أفضل شركات تجميل في الوطن العربي. طيب دي حاجات بتتم داخل المهرجان. لو جينا ناخدهم بقى واحدة واحدة، إيه الفايدة اللي ممكن تعود وإيه اللي أنا ممكن أستفيده؟ يعني أول واحدة إنتاج برامج المذيعين. لو أنا دلوقتي مثلا شايف عندي إن أنا عندي موهبة، الموهبة دي بقى سواء كانت غناء، شعر، تمثيل، إعلام، صحافة، أنا شايف إن أنا عندي طاقة وإن أنا أقدر أدي في الحتة دي، إن أنا أقدر أشتغل على نفسي في الحتة دي، إن أنا أقدر أتكلم في الحتة دي، فأنا لو فضلت واقف مكاني هنا أنا سلبي، فأنا عايز أروح لمكان يدربني، يطورني، يعرفني ناس جديدة، يخليني أعمل علاقات، يخليني أوصل للهدف بتاعي. فكل اللي هيدور في المخيلة بتاعتك، وكل اللي انت هتدور عليه في بالك، وكل اللي انت هتفكر فيه هتلاقيه جوه المهرجان. طيب في المجال بتاعك، في المجال اللي انت عايزه. يعني لو انت في الأدب هتلاقي جوه، لو انت عايز شعر هتلاقي، لو انت بتمثل هتلاقي، لو انت بتغني هتلاقي. كل المجالات اللي هتخطر على بالك واللي انت عايز تطور نفسك فيها او عايز تشتغل عليها هتلاقيها موجودة داخل المهرجان. تمام. هو اكيد ده بتبقى المهرجان ده بيبقى اكيد بيساعد على توطيد العلاقات مع الدول العربيه الشقيقه في اطار الفن والابداع والثقافه وكده. ده لازم، لان خاطر المهرجان بيحضروا اكتر من 5 سفارات بتحضروا هيئات دبلوماسيه، فلازم بتعمل علاقات جوه، خصوصا ان دي النسخه الاولى في مصر، عندنا نسخه تانية في السعوديه، وفي نسخه تانية في دبي. فالقصه مش مختصره على ان انت جوه مصر. دكتور خالد قبل كده لما اتكلم جاته الفكره وحب يعمل المهرجان جوه، زي ما قال قبل كده، قال ان سياده الرئيس لما لقاه بيتكلم عن الشباب وبيوطد مع الشباب وبيعمل علاقات مع الشباب، فحب فكره المهرجان علشان خاطر تبدا الشباب تطور من نفسها. طب الشباب هيطور من نفسه ازاي؟ الشباب هيبدا يطور من نفسه عن طريق العلاقة بتاعته بخبراته اللي هيكتسبها جوه المهرجان. طب هو لسه ما عندوش خبرة او لسه بيبتدي، فاشتراكه في المهرجان ده هيديله دافع. طيب الدافع ده هيجيله منين؟ الدافع هيجيله لما يكسب علاقة جوه، لما يلاقي واحد افضل منه في المجال بتاعه، فيبدأ يعلمه ويبدأ يكلمه، يبدأ يقوله مثلا انت عندك غلطة 2-3 في الحتة الفلانية. فهو هيبدأ يعمل ايه؟ هو هيبدأ يشتغل عليها، يشتغل على المرحلة ويشتغل على الضعف اللي عنده، فيبدأ يطور من نفسه من السلبيات للإيجابيات. لكن لو هو ما اشتركش في المهرجان، مثلا عنده مثلا بيعرف يلقي شعر وما اشتركش في المهرجان وما تكلمش قدام الناس، مين يقدر يحط له ان دي غلط ودي صح؟ مين يقدر يحطه على بداية الطريق؟ مين يقدر يقول له ان انت عندك إيجابيات في الحتة الفلانية؟ مين يقدر يقول له ان انت عندك سلبيات في الحته الفلانيه؟ يبقى الفايده اللي هتعود عليه في المهرجان فايده كبيره، غير ان انا يعني معرفت بالناس ده جزء كبير، وان انا اتعرف على ناس اكتر ده شيء كويس، لكن الفايده اللي هتعود عليا اكبر، ان انا لما اتعلم انا المستفيد، ولما اتعلم صح هقدر افيد ناس تاني في نفس المجال بتاعي. فأي حد هيشترك في المهرجان الفايدة اللي هتعود عليه أكبر، والفايدة اللي هيكسبها أكبر وأكتر، خصوصا إن الفايدة دي هتكون شيء بيديك دافع. تمام. شيء بيديك دافع
انت شايف ان هو شيء بيدي دافع ولا شيء يكون كويس؟ يؤثر بالسلب ولا يؤثر بالايجاب؟ يؤثر بالايجاب طبعا. انا شايف يؤثر بالايجاب، بيساعد الشباب طبعا على ان هم يطوروا من نفسيهم يعني يطلعوا ما عندهم من افكار وكده. بالظبط كده. طيب ايه اللي ممكن يضيفه المهرجان ليا؟ المهرجان ممكن يضيفه ليه؟ يعني تعالى نتناقش في ايه اللي ممكن يضيفه المهرجان ليا. انا قلنا حضور بعض السفارات وقلنا العلاقات، طيب تعالى بقى، وقلنا اكتساب خبرات في المجال. طيب تعالى بقى، انا دلوقتي عندي موهبه الشعر تمام، او انا مثلا بعرف القي شعر، عندي موهبه الادب، عندي موهبه الكتابه، بعرف اكتب، اكتب قصص قصيره، بعرف الف، عندي كذا حاجه تمام. لو انا دلوقتي مختص في مجال معين، يعني حضرتك اعلامي، انت مختص ايه؟ خدت كورسات في الاعلام، خريج جامعه اعلام، انت تعرف تتكلم في المجال بتاعك بس. لو رحت شاركت في المهرجان وشفت حد بيتكلم في الادب، وشفت حد بيتكلم في الشعر، وشفت حد بيتكلم عن التمثيل، انت هنا هتكتسب ايه؟ هتكتسب خبرات لمجالات تانية ما كانتش موجودة عندك. تمام صحيح. طيب لو انت ما اشتركتش ايه اللي هتستفيده؟ ما عندكش، مش هستفيد بحاجة. الاناء بتاعك زي ما هو، لو انت حاطط في الاناء ما يعادل لتر مية، بعد يوم، بعد اتنين، بعد تلاتة، بعد اربعة، هو نفس اللتر. لكن لو فتحت الغطاء بتاع الاناء وبدأت تضيف هيزيد. طبعا. فمعلوماتك بالتالي هتزيد، وهتوصل للي انت عايزه، وهتوصل للي انت عايز تتعرف عليه. طيب دي واحدة. عندك التطلع، بعد التطلع اكتساب الثقة وعامل التعود على المواجهة. انا هكتسب ثقة في شيء انا عايز اعمله. طبعا. هكتسب ثقة في شيء انا عايز اطور من نفسي فيه. غير كده انت ممكن تكتسب ثقة ايه؟ او ايه العائد اللي ممكن يعود عليك لو انت ما وصلتش للمرحله دي؟ في حاجه ممكن تعود عليك؟ صعب. ايوه صعب طبعا، صعب. طيب انت لو حابب تشترك في المهرجان، من وجهه نظرك ايه الحاجات اللي هتعود على محمد سالم؟ انت شايف ايه الحاجات اللي ممكن تعود عليك انت؟ ايه الفوائد اللي ممكن تضيفها لك في مجال الاعلام، في المجال بتاعك؟ غير التدريب، غير الفهم، وغير الحاجات دي. هو دايما بيبقى في تقارب ما بين الـ الـ التقارب اللي هو التقارب الفكري اللي عندك، وتقارب الحاجات اللي انت عايز تحققها، وتعمل ما بين الاثنين عنصر قوي او رابط. الرابط ده هيجيلك مين؟ هيجيلك من المهرجان. انت عندك الفكره وعندك دور التوعيه، انت كاعلام النهارده عايز تقوم بدور التوعيه، فانت عندك الفكره. لما تروح تشترك في المهرجان، مهمة المهرجان، ودكتور خالد يتكلم ونوع الحتة دي، بيطور لك الموضوع، خصوصا ان انت ما يبقى معاك مشتركين في نفس المجال، فتلاقي ده بيطور من نفسه وده بيطور من نفسه، فانت هتبدأ تعمل ايه؟ تطور من نفسك. هتبدأ تشوف اللي حواليك واللي قبالك عايزين يعملوا ايه، وانت هتبدأ تعمل زيهم وتقدر توصل زيهم. غير كده هيبقى الوضع صعب، خصوصا في قصة العلاقات. العلاقات بتاعتك اللي انت عايز تعملها، والعلاقات اللي انت عايز توصل ليها، والعلاقات اللي انت شايف ممكن تكتسبها، هتنفعك في كل المجالات. هتنفعك في كل المجالات، لان ان انا متمكن في مجال معين ما يعبنيش ان انا ادخل على مجال تاني، وما يعبنيش ان انا اروح لمجال تاني، وما يعبنيش ان انا اتطلع على المجالات الاخرى. ده مش هيضرني، ده بالعكس هيفيدني، خصوصا اللي هيشترك في النسخة بتاع مصر. لو اشترك في النسخة اللي هتقام في السعودية او النسخة اللي هتقام في دبي، هو هيبقى عنده خلفية، فهو عنده دراية بالشيء، هو جرب مرة وعرف النظام، الوضع، المهرجان بيقام ازاي، عرف الروتين بتاع المهرجان، عرف الوضع بيمشي جواه ازاي. يعني انا كنت مشترك قبل كده مع دكتور خالد في مهرجان المبدعين العرب، تمام. فانا دلوقتي لو اشتركت، انا شفت قبل كده فعرفت. فانت ما يبقى عندك مهرجان هيحضروا شخصيات عامة، هيحضروا نجوم، هيحضروا ممثلين على اعلى مستوى، فانت ده هيضيف لك ثقة، هيضيف لك مهرجان بتشارك فيه اعلى طبقات، فانت لما تروح ده هيضيف لك ثقة، سواء في شغل. يعني مثلا شركات التجميل لما بتشترك في المهرجان ده، هي بتسوق للمنتج بتاعها، وبالتالي انت بتعرف منتجات تانية ممكن ما يكونش عندك خلفية عنها. فبكده انت بتعمل ايه؟ اطلاع. القصة والأساس في الأول وفي الآخر هتلاقيه الاطلاع. طيب شاب مش عارف يبدأ
منين، يعني عنده موهبة في مجال معين بس هو مش عارف هيبدأها منين ومش عارف يوصل لها ازاي. انت شايف المهرجان هنا هيفيده ويقربه للحتة دي ولا هيبعده؟ خصوصا انه هيشترك، هو هيشترك في المهرجان. انت شايف المهرجان هنا هيضيف له اضافات جديدة ولا مش هيضيف له؟ هيضيف اضافات جديدة وهيقرب. وهيقرب، لكن لو هو ما اشتركش لا في النسخة دي ولا في نسخة بعديها ولا اتحرك من مكانه، هيفضل فين؟ هيفضل ثابت. فايه اللي ممكن هو يضيفه لنفسه؟ هو ما عندوش هنا اي اضافه لنفسه لانه هو ما تحركش. فخلينا في قصه التحرك دي ناخد عامل سلبي وعامل ايجابي. العامل السلبي ان انت لو ما اشتركتش في المهرجان وما روحتش للمهرجان وما روحتش على العامل اللي هيساعدك مش هتتحرك. يعني خصوصا في الفتره الاخيره فين المهرجانات اللي بتقام في مصر او فين الحاجات اللي بتدعم الشباب بصوره كبيره؟ فدكتور خالد حب يعمل المهرجان ده بالذات علشان خاطر يدعم الشباب، عشان خاطر يوصل، عشان خاطر الشاب يقدر يتحرك. بخصوص ان هو مفيش، فدي لفته ايجابيه من دكتور خالد ان هو ياخدنا الحته زي دي. فهنا دكتور بيحول من السلبيات للايجابيات. فلو انت ما اشتركتش ايه الضرر اللي ممكن يقعد على دكتور خالد؟ مفيش. ايه الاضافه اللي انت ممكن تضيفها لدكتور خالد؟ برضه مفيش. صحيح. يعني انت دكتور خالد بيقدم اللي هو مد ايده بمساعده، ده مهرجان اشترك فيه، روح قدم الموهبه اللي عندك، روح اطلع على المجالات اللي موجوده، روح شوف ايه اللي ممكن انت تستفيد بيه. طيب انت رحت افدت نفسك، ما رحتش دكتور خالد ما هو مش مستفيد منك حاجه، ده هو بيضيف لك، بيقدم لك، عطي لك عروض، عطي لك تطورات تفيد المجال بتاعك وتفيدك في مجالات تانية. يعني المجال بتاعك ده خاص بيك، المجالات التانية انت مطلع عليها. لو انت محمد لو ما اشتركتش في المهرجان هل ممكن تعرف ايه اللي تم جوه المهرجان؟ لا مش هعرف طبعا. هل ممكن تضيف لنفسك اي حاجة جوه المهرجان؟ لا مش هيحصل طبعا. هل ممكن تعرف ايه اللي تم جوه، ايه الحاجات اللي ممكن تفيدك، ايه الحاجات اللي ممكن تضرك؟ مش لا. تعرف. انا نظير ما روحتش، ايه اللي انا ممكن استفيده؟ مفيش. ايه اللي انا ممكن اضيفه لنفسي؟ مفيش. فكل دي سلبيات وايجابيات. طيب نقطه السلبيات ان انا مش هروح، مش انا مش شايف مثلا انه فايده، دي وجهه نظرك انت. لكن الايجابيات، الايجابيات كتير. تطوير الذات في حد ذاته ده شيء كويس، ان انت توصل بنفسك لمستوى افضل والمستوى كويس والمستوى انت شايف نفسك فيه ده شيء كويس. نظره المجتمع ليك بتختلف. يعني لو انت شخص ناجح في المجتمع وشخص فاشل، انت بتبص لده على ايه وبتبص لده على ايه؟ هل ممكن الفاشل ده يكبر في نظرك؟ لا طبعا. ينفع المجتمع في حاجه؟ لا مش ينفع المجتمع. يضر، هيضر. وهنا الضرر بتاعه اكبر من نفعه. تمام. لكن لو شخص ايجابي وبيتطور من نفسه هيفيد، هيفيد. فهنا دكتور خالد حط لك الفايده، لو عندك انت بتنميها ولو مش موجوده مش هتبقى موجوده، مش هتبقى موجوده. لكن هي لو مش موجوده وانت اشتركت في المهرجان واتكلمت مع دكتور خالد في المهرجان ورحت في المهرجان وشاركت الناس الحضور في المهرجان، كل المجالات، دكاتره موجود، مهندسين موجود، الناس تخصص تجميل موجود، كل الحاجات اللي انت عايزها موجوده، كل المجالات اللي انت ممكن تسال عنها موجوده. فبالتالي التطور اللي هيحصل لك بعد المهرجان انت المستفيد منه. تمام. الحاجات اللي هتعود عليك انت اكتر. فالفايده في الاول وفي الاخر لمين؟ ليك. زي ما انا قلت لك، انت محمد سالم لو ما اشتركتش انت مش عندك، مش هيبقى موجود عندك درايه. فين الدرايه اللي هتبقى موجوده عندك؟ مش موجوده. لكن لو انت رحت ولو عندك فكره بسيطه بنسبه 1% عن شيء موجود جواك، هنا هتبدأ تنميه، اللي هو بداية الطريق خطوة. فالمهرجان ده بداية الخطوة، ان انت تشوف مجالات، تشوف استثمارات، تشوف حاجات بتتطور، تشوف حاجات قدام عينيك، انت هتبدأ حافز يخليك تكمل الطريق بتاعك، حافز يخليك تكمل في الطريق بتاعك. غير كده هتكمل في الطريق ولا هتمل وترجع؟ صحيح. هتمل وترجع. صحيح. فانت لازم تطور من نفسك على قد ما تقدر.
فالمهرجان ده اعتبره بداية التطوير. المهرجان اعتبره بداية التطوير، اعتبره البداية اللي انت تقدر توصل بيها لبر الأمان بتاع نفسك. شفت دلوقتي انت لما بتتخرج من جامعة وتبقى عايز تشتغل بتعمل لنفسك سي في، تاخد كورسات هنا وتاخد خبرة وتشتغل لك هنا سنة اتنين شهر اتنين تلاتة علشان خاطر توصل لمعدل انت عايز توصل له او لشيء انت حطه في دماغك للهدف بتاعك. اعتبر المهرجان ده هو السي في بتاعك، مش السي في اللي هو هياخدك لمرحلة الخبرة وياخدك لمرحلة القمة، لا اعتبره اللي هو السي في اللي هياخدك لبداية الخط، اللي هو هيبدأ يقولك يلا نشتغل من الحتة دي، يلا نبدأ من الحتة دي، يلا التطور بتاعي يكون موجود من الناحية دي. فبكده انت هتقدر توصل بنفسك لفين؟ لمرحلة انت عايزها. صحيح. مرحلة تطور كلي. فالمهرجان مرحلة تطور كلي لكل شيء عندك، خصوصا في حتة التفكير. التفكير بتاعي محدود، تفكير الإنسان محدود. يعني لو جبت 100، 90% منهم تفكيرهم محدود، و10% بس هو اللي بيبص على المدى البعيد. 10% بس هو اللي بيبص على المدى البعيد. فالنهارده هو يقعد يحسبها، انا ايه اللي يخليني اقدم في مهرجان عمالقه الوطن العربي؟ ايه اللي انا ممكن استفيده هنا؟ هو منين؟ من 90% هو تفكيره محدود، هو مش شايف التطور اللي ممكن يحصل له، هو مش شايف العلاقات اللي ممكن يعملها، هو مش شايف الفايده اللي ممكن ترجع وتعود عليه. لكن لو هو قدر يوصل لمرحلة الأمان وراح وقدم في المهرجان وبص بمنظور بعيد، مثل مش كل الناس بتبص للموضوع من ناحية واحدة، وأنا كذلك لما أجي أبص الموضوع ما أبصلوش من ناحية واحدة، أبصله من كل الجوانب. يعني مثلا عندي أو عندي فكرة أو عندي موضوع أنا ممكن أكون شايفه إن هو ممكن أروح له من طريق واحد، غيري ممكن يشوف ان هو ممكن يوصل لنفس الفكره بس عن طريق واثنين وثلاثه واربعه. والكلام ده ناس كتير بتقع فيه. فانا ما ابصش للحاجات من المنظور التقليدي. يعني الحياه بتاعتنا حياه تقليديه. الروتين اليومي بتاعنا روتين، خلاص احنا اتعودنا على كده، روتين وحياه تقليديه. فانا لازم اضيف للحياه بتاعتي شيء جديد. لازم اضيف لليوم بتاعي شيء جديد. عشان اقدر اوصل لمرحله تطوير الذات. قول لي بقى الانترو اللي انت كنت عايز تقوله. هو كنت عايز اقول ان مصر طول عمرها قبله للفن والفنانين والمبدعين، وبتقيم اهم المهرجانات زي مهرجان مثلا الجونه وكده، ومهرجان القاهره السينمائي الدولي، واللي هو بيجمع بين الفنانين مش بس في الوطن العربي يعني وكده، لكن من العالم كله. وهذا يعني هذا النوع من المهرجانات بيضع مصر في مكانة مشرفة، يعني ان هو ما يخص الإبداع والفن والثقافة. دي من أهم النقط اللي كان دكتور خالد بيتكلم عنها، ان الوضع يكون ثابت، ان انت بتتكلم باسم مصر. المهرجانات عموما في العموم يعني بتمثل مصر كلها، سواء بقى المشتركين كانوا من بره من جوه مصر، فبالتالي هي واجهه مشرفه لمصر. سواء مهرجان الجونه، مهرجان المبدعين العرب اللي كانت النسخه اللي فاتت وكان برضه برعايه الدكتور خالد الصابي، او بمهرجان عمالقه الوطن العربي، اي مهرجان بيضيف لمصر بصفه عامه، وبيضيف للاشخاص المشتركين داخل المهرجانات. زي ما قلت لك علاقات بيستفيد منهم، علاقات عامة بتوطد العلاقات مع الدول العربية. يعني انت ما يبقى عندك مهرجان هيحضروا 5 سفارات، وهتحضروا هيئات دبلوماسية، وهتحضروا شخصيات عامة، ده في حد ذاته علاقات تديك دفعة وتديك ثقة. توضيط العلاقات ده من أفضل الأشياء ومن الأشياء الكويسة، إن مصر يبقى ليها علاقات كويسة بكل الوطن العربي في تجارة وصناعة. كل الحاجات دي احنا بنبص لها من منظور اللي هو يعني هو المهرجان ده اللي هيعملها، ممكن تكون هي الخطوه اللي تعمل كده فعلا. فاحنا لازم يكون التفكير بتاعنا تفكير غير التفكير التقليدي، اللي هو انا ابص للحاجه من كذا اتجاه وفي نفس الوقت هوصل للحاجه، بس اوصل لها باكبر فايده وباقل خسائر. تمام.
تمام كده؟ اوصل لها باعلى فايده واقل خسائر. تمام. في التقارب واضح من وقت ما انتشرت القنوات الفضائيه، فبالتالي الانتاج الفني العربي زاد وبقينا نميز اللهجات العربيه المختلفه، بقت مألوفه بالنسبه لنا عكس زمان يعني، اللي كان صعب نفهمهم من اللهجات المختلفه، وكل ده بسبب الفن. تمام. الفن رساله، والمهرجانين اللي انا بشترك فيه بيكون فيه برضه نظام نفس الرسائل. انا الفن والتمثيل بيديني رساله لهدف معين، هيديني بقى هدف مثلا عدم سرقه، عدم زنا، هو هيديني رساله. اختلف بقى في فن هابط فن هادف، يعني ايه؟ انا لست اهل ان انا احدد ايه الفن الهادف وايه مش بتاعتي، ولكن هو الفن رساله كل واحد بيوصل فيها. كذلك المهرجان انا قلت لك جوه في مسابقات، في ادب، في شعر، فانت بتوصل رساله عندك، بتوصل شيء مكبوت جواك انت بتطلعه رساله. وانا شايف ان المهرجان بيضيف اكتر من التمثيل. ليه؟ التمثيل بيضيف لي ناحيه واحده، لكن المهرجان بيضيف لي كل النواحي اللي انا ممكن اكتسبها. يعني انا لو قاعد قدام مسلسل بسمعه 30 حلقه من اوله لاخره، هو بيبقى مركز معايا على رساله، خلاص انا هوصل للرساله دي. لكن المهرجان رسائل، ادب موجود، شعر موجود، كل اللي انا عايزه هلاقيه داخل المهرجان. تمام. احنا نشكرك جدا يا نظر النظير، شكرا لنزوك. واحنا نشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي دعمه للفن والمبدعين ودعمه للشباب، وان شاء الله المهرجان دوت يكون جميل. وانتهت حلقتنا النهارده، ونلقاكم في حلقه جديده من برنامج بدايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.